العين الإماراتي انتصر على الهلال 4-2، وأيضا أعتقد أولسان الكوري انتصر على كوازاكي الياباني 1-0. علي، عن المباراة أعتقد أن اليوم والخسارة، أعتقد أن الهلال خسر المباراة في الشوط الأول. الشوط الأول كان ظهور يعني ضعيف فنيا في الهلال. أنا أعتقد أن السبب الرئيسي في الجانب الأول هو الاختيار العناصر الخماسية في كأجانب. حلو. أعتقد أن ميشيل ما كان له أي تأثير في المباراة. من تشرك مكانه؟ أنا أعتقد أن مشاركة بونو كان الأفضل للهلال اليوم. مشاركة بونو على حساب ميشيل؟ على حساب ميشيل. هذا من الأخطاء اللي عملها؟ أنا أعتقد لأنه اليوم أنت وليد تلعب مباراتين. هذه مباراة خارج ملعبك، كان من المهم جدا أنك تلعب بتوازن أكثر. لأن الشوط الأول ما شفنا أي توازن في الهلال. لعب الدفاع المتقدم العالي. طيب. أثر تأثير كثير، خصوصا بوجود رحيمي اللي كان عامل قوة كبيرة في فريق العين، خصوصا ان تعرف هذا الاسلوب. طيب. اللي لعب فيه. خلينا في نقطه، ليش قلت بونو مكان ميشي؟ شوف، هي المشكله الاكبر كانت، لا مش هي مشكله، هي مشاكل. أي. في الشوط الاول. أي. يمكن من ضمنها انا اليوم مترو ما كان موجود. اعتقد ان لما تجي وتقرر اعتقد القرار يكون اسهل لو كان موجود مترو. عندك يعني قرار صعب في الاختيار ما بين بونو وميشيل، ولكن اليوم بعدم تواجده أعتقد أن القرار، لأن ميشيل أنا بالنسبة لي هو كانت الحلقة الأضعف، خصوصا اليوم سعود ما كان في يومه، ميشيل ما كان عنده المساعدة من ميشيل بشكل إيجابي. عمق الملعب مين في كان كويس في الهلال اليوم؟ الشوط الأول أعتقد في المباراة إن... أنت كذا عدلي لاعب كان كويس، فالشوط... كان مؤدي مؤداك مقنع. الشوط الثاني سلمان عمل يعني مش من ال 11 الأساسي، لأن تبديل هو طلع الحمدان. أي. أول شيء بدل سلمان، ولكن نفس الشيء خروج ميشيل أعطى اتزان أكبر في فريق الهلال. إلى 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 الفريق المنتصر، حميد فاخر لاعب العين السابق، كيف انتصر العين؟ نحن ما فاز إلا زعيم على زعيم في بداية شوط، وهناك شوط ثاني حط أوفر للزعيم الهلالي. أكيد أنها مباراة كانت تلعب بجزئيات بسيطة. كرة القدم هي اللعبة الوحيدة اللي دائما احنا نقول تسمح لك بالتعويض، وخصوصا نشكر الجماهير اللي كانت حاضرة ومؤازرة الفريق. التحضير ثم التحضير ثم التحضير أبو الوليد، وإحنا نعرف شو قيمة التحضير البدني والذهني بالنسبة للاعبين. طيب حميد، فريق الهلال حميد، متى عرفت أن العين بيكسب؟ في أي دقيقة بصراحة؟ قبل المباراة مستوى آسيا، التحضير الذهني بالنسبة للاعبين، المفاجأة اللي سواها اللي كلنا ما توقعناها حتى في حلقة يوم الأمس. أنا قلت لك مستبعد تماما أن أن رحيمي، وانت أكدت على هذا الكلام بالوليد أن لابا راح يكون قدام. كان الاختلاف في موضوع بلاسيوس، إنما أنك أنت تطلع لابا من الحسبة وتلعب بنفس النظام اللي لعبت فيه أمام النصر السعودي. كانت مفاجأة اليوم، مفاجأة لنا كلنا تقريبا، أن لابا هداف الفريق يطلع برا التشكيل بالكامل عشان يلعب رحيمي في هذا المركز اللي تألق فيه أمام النصر السعودي، ويلعب بلاسيوس في خلفه. هذه كانت مفاجأة لنا جميع، بس كانت مفاجأة يعني مفرحة بالنسبة لنا أن رحيمي طلع بهذا المستوى. طبعا نشيد باللاعب رحيمي اللي رجع من إصابة في آخر مباراة محلية تعرض لها ضربة في الرأس، كان في شكوك بمدى يعني حضوره اليوم ومشاركته، لكن قدر أنه يثبت لنفسه تفوقه على مستوى هذه البطولة اللي قلت لك محببة لنا جميع على مستوى محبين الكرة العناوية والإمارات. حنفصل في المباراة وحنفصل لماذا شرح رحيمي على حساب لابا. شكرا أبو زياد. أرجع للمباراة، أحمد عطيف، عطني ليش خسر الهلال؟ الهلال خارج الخدمة اليوم، خارج الخدمة، خارج الخدمة في كل شيء، ما دفع الفاتورة، كل شيء، كل شيء، كل شيء، ما كان في أعتقد إن تواصل من اللاعبين من المدرب. ليش تصير حالة ذهنية؟ أنا أعتقد تساهل المباراة الهلال. الهلال حس إنه في وضعية إنه ما في فريق بيجي يفوز عليه على الأصداء اللي قبل. لا، كرة القدم تلعب داخل أرضية الملعب،
تصير للاعبين هذه؟ اكيد تصير للاعبين، لكن هذا دور المدرب، هذا دور الجهاز الاداري. اليوم العين اعطى درس في عالم كره القدم لاي نادي اليوم، انه مهما كانت الامكانيات تقدر تفوز على افضل فريق. الهلال اليوم في كل شيء غير موجود، لا في التنظيم، لا في التحولات، لا في الاسلوب الهجومي، لا في كل شيء. انا اعتقد حتى على ارجع للكلام علي، ان بشراك بونو او غير اشراك بونو كل اللاعبين غير موجودين، كل اللاعبين غير موجودين، يعني حتى الاخطاء اللي موجوده اخطاء انا اشوفها بدائيه. طيب تعزى الى ايش؟ حاله ذهنيه بس، هي لا حاله ذهنيه. وانا قلت لك اللاعبين عند مباريات ما لها دخل، لا ما اعتقد انه حق مباريات، ما اعتقد هذا. شوف اذا انت بتدور اعذار زي هذه للهلاليين او الجمهور الهلالي او الجمهور السعودي اللي بيدور اعذار زي هذه، الارهاق وتاجت مباراه يوم وكان حاله ذهنيه، اللاعب في يستعد لكل المواقف، اللاعب المحترف، اللاعب اللي عنده ولاعيبه الهلال عندهم الامكانيات وعندهم الشخصيه ان يستعدوا لكل مواقف، وهذه بطوله قاريه. انا اعرف وممكن تمر علينا لاعبين ولاعب كلاعبين وحميد موجود، يجي لك يوم الكل سيء، هذا طبيعي في كره القدم، الكل سيء. شوف ومن حسن حظ الهلال ومن حسن حظ الهلال الحاله البدنيه في العين في الشوط الثاني خلت الهلال يسجل هدفين، وليس في 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 رجوع الهلال. يبني عليها الهلال للمباراه الجايه اكيد. انا شوف مع الظروف اللي يعني ابني على الجانب البدني بس، لا مش البدني والفني. وانا اقول لك اياها من اليوم ابو الوليد، ايوه التشكيل الخمس الاجانب المباراه القادمه بيكون مختلف. من اللي بيلعب؟ راح يكون مختلف. متروفيتش مش موجود، بونو راح يلعب. بونو وانت تحتاج الفوز، بونو تحتاج الفوز. شوف اليوم لحظة شوف لانه اليوم وضع الهلال، وضع الهلال يعني بونو راح يسجل اهداف، مش راح يسجل ابو الوليد، ولكن اليوم انت المباراه القادمه تريد تسجل صح ولا لا؟ صحيح. بس ما تريد تستقبل، تريد تسجل بس. كابتن علي بس مداخله بسيطه، انت المباراه الماضيه قلت العويس لما يشارك عشان يستفيد المدرب من خمسه لاعبين في ارضيه الملعب، هذا كلامك انت؟ قلت لك بنيتها على اللي صار المباراة الأخيرة اللي أظهر عليه مستوى الهلال، مستوى العويس اللي هي مباراة الاتحاد. أنا شوف أنا دائما قراءاتنا إحنا حميد كمحللين نقرأ الوضع ما قبل المباراة، وإيش الصورة اللي اللي فيها العين اللي فيها الهلال، الصورة واضحة. ولكن اليوم مجريات المباراة، أنت عندك مباراتين، إجت هذه المباراة، الظروف اللي صارت هذه المباراة، ما أعتقد إن علي أنت لو تجي حتى لو بوجود بون اليوم دفاع متهالك للهلال، مساحات، اخطاء فرديه، ما راح حتى هل كلها سببها الدفاع؟ لا انا ما اعتقد ان يعني سبب بسببه عدم وجود بونو اللي بيخلي المساحات غير موجوده. بروح لك الهدف الاول، يتحمل العويس؟ ما يتحمل العويس. طيب وش اللي يتحمل العويس؟ هو شكل الفريق، انا اتكلم كشكل فريق مش عويس، لا العويس ما يتحمل اي هدف اليوم، لكن انت تتكلم عن شكل ثقل الفريق داخل الملعب. بونو يفرق في الجانب، يفرق اليوم ابو الوليد، كم الكرات العرضيه الطويله اللي لعبها العويس؟ اعتقد 9 أو 10. كم ناجحه؟ 3 أو 2. ما تفرق هذه؟ تفرق اكيد، تفرق ابو الوليد منها الهدف الاول ترى سجل منها، تفرق كثير. مش هي مساله اني انا اعقل لوم على العويس، ما كان له اي دور في في في, في الاهداف، ولكن كشكل فريق يفرق داخل الفريق. الى مع ان الرحيم اذا بهذل فينا رجل المباراه رحيم ما شاء الله يستاهل ابو الوليد صراحه، ونشكر العين اللي جابت رحيم اليوم، ويشكر اللي قلت لك عنه مدرب الفريق في اشراك المهاجم على اللي اقول لك. نعم فعلا، واليوم رساله شكر للعين اللي اختارت رحيمي ويابته لنادي العين. نشكر سعاده محمد بن ثعلوب الدرعي على اختياره الموفق ودعمه لنادي العين بهذا اللاعب الموهبه، اليوم اعاد اكتشاف نفسه، وقلت لك كنا على وشك ان نخسرها في المباراه الماضيه بعد اصابته، لكن اليوم هو انتصر على نفسه وقدر انه يفرض نفسه كرقم صعب على مستوى الجناح ورقم صعب على مستوى راس الحرب. شوف احمد، انا امس تكلمت لو اشرك ألعبه بيسهل للهلال اكثر، لانه بيكون الهلال في منطقه في لاعب في العمق الملعب ما يعطي المساحات زي هذه. واليوم كريسبو اعطانا درس ان وجود رحيمي بالتحولات هو القوه اللي كان يضرب فيها،
واستفاد منها. وهذا حتى في مباراة النصر يمكن رب ضرة النافعة قبل مباراة النصر لما تعور لاب وشارك رحيمي في هذا في خط الهجوم واستفاد في التحولات. أيضا الهلال اليوم لما يسوي الدفاع العالي تحتاج لاعب يعرف يتحرك بين الأجزاء الأنصاف المساحة, وأعتقد أن كريسبو حفظ الهلال زين. سفيان رحيمي لاعب العين مع مراسلنا أحمد الجابي. والله ما أقول شيء, هاي فرق كبيرة يستاهلون كل خير, بس الحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى, ونتمنى إن شاء الله نكمل على نفس المنوال إن شاء الله. هو مباراة صعبة ونتمنى إن شاء الله نكون مو باختلاف, بس مباريات الكبيرة هذه لازم تطلع يعني منها أنك بطل, يستاهلون الفرحة. مش هالبرود والهدوء اللي فيك يا سفيان رحيم ما شاء الله. طيب أنا بتكلم على وأنا أتفرج على المباراة الدقائق الأولى قلت لا لاعبين الهلال مش موجودين في ملعب المباراة, الحالة الذهنية للاعبين الهلال ما أدري وش تفسيرها, يعني شاهدوا اللقطات وبالتحديد اللي حدثت في الهدف الأول أخطاء, يعني أخطاء متراكمة, من خطأ في التمرير, خطأ في تمركز البلاهي في كسر التسلل, خطأ في التغطية, يلي خطأ في العويس. هذا نقول لك يلا في بداية المباراة خطأ يقبل. المصيبة الأكبر هي في هذا الهدف, والله لا يحدث مع أي فريق موجود في أرض الملعب على الأقل حاضر. وقفها مخرجنا, وقفها فاول في نص الملعب وتسوي تسلل, لا ولا سوى التغطية على اللاعب, ولا يا عمي وقف اللاعب لا يلعب اللاعب فاول, وقف الكرة لا تطلع لا تطلع. اللاعبين الهلال غير موجودين في هذه اللقطة, توضح ان لاعبين الهلال غير حاضرين. يقابلها استغلال سريع من لاعبين الهلال, وهذا اللي لعب عليه الكريسبو. اول شيء قلنا احنا الحاله الذهنيه واضحه الهلال, وهنا احمد خارج التغطيه يعني ثلاث لاعبين في يعني كل يعني كل شوف انا تكلمت الهلال كل اللاعبين خارج الخدمه اليوم, لا في التنظيم ولا في التمرير ولا حتى في التركيز ولا حتى ترى ابو وليد في الشراسه داخل ارضيه الملعب ولا حتى في التحولات ولا في اي شيء في الهلال اليوم سلبي, ما في اي احد يقدر يجب. وهذا وليس ولا اقلالا في العين, وليس اقلالا في العين, العين بالعكس لعب مباراه كبيره وتدرس لاي فريق, لعب على الجزئيات اللي قاعد يفوز فيها. واليوم الهلال الشوط الاول من حسن حظه برضه طلع بثلاثه. كابتن احمد يمكن هذه يمكن نقول عليها يمكن العين اجبر الهلال على انه يطلع بهذا السوء, نقدر ناخذها من هالجانب. صحيح صحيح, مو اقلالا في العين, العين انا اقول لك هنا 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 الفريق اللي يبغى يعرف وين اهدافه, هنا الفريق ما عنده شيء مستحيل, اقل امكانيات, مستوى في الدوري ما هو بشكل جيد, لكن العين عرف يجبر الهلال يرتكب اخطاء وعرف وين اللي الضعف, نقاط ضعف الهلال واللعب عليها. علي يعني يمكن ببدايه الموسم واحنا نتكلم على مصيدة التسلل اللي يعملها الهلال عوقب اليوم فيها؟ اليوم عوقب فيها فعلا, لأن اليوم هي المباراة اليوم مختلفة تماما عن مباريات الدوري. اليوم لعب بنفس الأسلوب اللي لعب عليه في الدوري. الجانب الآخر أعتقد أنه أسلوب العين وقراءة العين لهذا الوضع خصوصا الدفاع المتقدم نجح فيه بشكل كبير, خصوصا بتواجد رحيمي ما أعطى أي فرصة للهلال أنه يكسب الكرة الثانية. قوة العين نفس الشيء في استرجاع الكرة بطريقة سريعة ولعبه على خلف المدافعين اللي كانت فيها مساحات كثير وعنده لاعب متمكن مثل رحيمي. وأنا أشوف أن خصوص ما شاف العين, انا اتوقع لا مستحيل لا ما اعطى شوف انا ما اعطى الاهميه, لان شوف هذه قوه العين من مباراه النصر وهذه قوه العين.